السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بديل عن شات جي بي تي، هو معتمد عليه لكن الواجهة بتاعته أسهل وما فيهوش مشكلة إن أنت تحاول تسجل فتلاقي فيه مشاكل في التسجيل. في بعض الناس واجهت مشكلة في التعامل مع شات جي بي تي، حاسس إنه صعب أو مش قادر يشتغل، فده هيحل لك المشاكل دوت، وهو بيدعم خصائص كتيرة كفاية إن الواجهة بتاعته أسهل، ممكن تشتغل عليه بالشكل دوت. تمام، تقول له بس أنا عايز أكتب مقال عن كذا وكيبورد واللغة الواجهة بتاعته سهلة وجميلة في التعامل، وبيقول ممكن تقول له أنا عايز مثلا مقدمة لبلوج أو تايتل أو كذا، فبيعملها لك. وممكن تقول له اعمل لي صور، فيبدأ يكون لك صور بالشكل دوت، تدي له تكست وهو يبدأ يعمل لك الصور، وهتلاقي في AI يساعدك وتقدر إن أنت تتناقش معاه برضه نفس الفكرة. ودي الأسعار، طبعا ليك ان انت تجربه، لكن لو انت هتشترك ب$4 في الشهر فده سعر كويس، وفي تمبليت كتير تقدر ان انت تستخدمهم ويوفر عليك وقت كتير. فدي الواجهة بتاعته، هتلاقي هنا تمبليت كتير تقدر ان انت تشتغل بيها، هتلاقي AI image، ممكن تقول مثلا عايز حاجة بلوج انترو، عايز بلوج ايديا، عايز تايتل، تقدر تختار اللي انت عايزه وتحدد له التايتل اللي انت عايزه، في بيتكلم عن ايه، وهو يكتب لك المقالة كاملة. وعندنا برضو AI image، تكتب له كلمة يحولها لك لصورة. وعندنا ال AI chat، وعندنا حاجتين عكس بعض، ان انت تدي له صوت ويبدأ ان هو يكتب لك تكست، او تدي له تكست ويحوله لك لصوت. وعندك برضو AI code، لو انت عايز تكتب اي كود بأي لغة من اللغات البرمجة زي جافا سكريبت زي يبدأ ان هو يعمل لك الكود بتاعك.